اليوم نحن عندنا طال عمرك مزاينة التمهيدية في منطقة رزين لفئة المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل. اليوم عندنا طال عمرك تحكيم لفئة الحقايق، كذلك دخول فئة اللقاية اليوم تم فرزها عن طريق اللجنة، ومن ثم تتحول إلى الفحص البيطري، ومن ثم بعد تجتاز الفحص البيطري تتحول إلى شبوك المبيت، وتستمر المزاينة لغاية 27/11 اللي هي نهايتها بفئة الحول، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. المميز في مزاينة رزين أنها طال عمرك كثرة الإبل المشاركة، كذلك المشاركين سواء كانوا في فئة المحليات أو المهجنات الأصايل أو المجاهيم. المزاينة طال عمرك تشمل كافة أبناء مجلس التعاون الخليجي وكافة من يملك فئة المجاهيم أو المحليات الأصايل.